ذلكم الله. أما اليوم لن نمدح مخلوقا ولن نمدح أحدا إلا الواحد الأحد، الله ربي لا أريد سواه. هل في الحقيقة خالق إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر غيظا من عطاياه، والنمل تحت صخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. تأمل، انظر إلى هذه السماء، ترى التأمل يزيدك إيمان. الإمام الشافعي نظر إلى بيضة، شوف الإيمان، قال لا إله إلا الله. هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام أحمد يرى ورقة شجرة يتأمل فيها، يقول لا إله إلا الله. هذه الورقة تأكلها الدودة، يعني دودة القز، فتخرج حليب، وتأكلها النحلة فتخرج عسل، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك يقف في عرفة يرى الناس مثل هذا الجمع، هذا يبكي وهذا يدعو الله وهذا يتضرع، فلما رأى اللهجات اختلفت قال لا إله إلا الله. تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. عرش الرحمن عرفتموه؟ لقد نقل إلينا بالنقل الصحيح أن عرش الرحمن له سعة وعظمة ورفعة عند الله لا يعلمها إلا هو، حتى أن النجوم والكواكب والشمس والقمر والسماوات والأرض وما فيها من الجبال والبحار بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في أرض فلا. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ألا ينظر آياته فيقول لا إله إلا الله. انظر إلى البحر المخيف وهو يتلاطم أمواجه مزمجر الصوت يبتلع الأحياء يكاد يلتهم الأرض، أليس فيه آية؟ إذن قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا صهيل الفرس، اسمعوا خوار البقر، اسمعوا ثغاء الغنم، اسمعوا زير الأسد، اسمعوا نباح الكلاب، اسمعوا نهيق الحمير، اسمعوا هذيل الحمام، اسمعوا سجع الخمري،
اسمعوا عندلة العندليب، اسمعوا نعيق الغراب، اسمعوا فحيح الحية. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اسمعوا نقنقة الضفدع، اسمعوا خرير الماء، اسمعوا هزيز الريح، اسمعوا هزيم الرعد، اسمعوا صبيط الشجر، اسمعوا طنين الذباب، اسمعوا أطيط الناقة، اسمعوا دوي النحل، اسمعوا تغريد الحادي، اسمعوا ترنيم المنشد، كلها تقول لا إله إلا الله. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أقول إذا أردت أن تعظم الله فأحبه، وإذا أحببته وعلمت أنك أحببته فسيحبه، لأن الله يقول يحبهم ويحبونه. وإذا أحبك أحبك الله فاعلم أنك وصلت عنده سبحانه مكانة كبيرة. نعم الله يحب. فإذا أحب عبدا نادى في السماء أنني أحببت فلان. يقول العلماء إن العبد لا يحبه الله إلا إذا قام بأمر الله وأكد خشية الله تبارك وتعالى، أو تأكدت خشية الله في نفسه جلت قدرته. قد تقول كيف أحبه؟ نقول تحبه بكماله وبجلاله وبغايته وبعظمته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، فهو محبوب لإحسانه. لماذا؟ لأن الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تعطف الناقة على حوارها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب، وتبني الحمر عشها بالحب. بالحب تشرق هذه الوجوه وتتبسم الشفاه وتتعلق العيون. بالحب يقع العناق والضم والوصال والحنان والعطف. فإذا أحببت الله أحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله جلت قدرته يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم أفلا تبصرون. قف مع هذه النفس ترى العجب العجاب. أقول إذا رأيت السماء مرفوعة بلا عمد وقد مدت أجنحتها إلى الأرض وعلى الأرض لا يمسكها إلا الله، فقل لا إله إلا الله ذلكم الله. إذا رأيت الجبال هائمة في الخيال تمد أعناقها بلا مبالاة وتغوص بالأعماق في جبروت، فقل لا إله إلا الله. إذا أدبر الزمان وجار السلطان وجفاك الإخوان، فقل لا إله إلا الله ذلكم الله. إذا اشتد الخطر، إذا عظم الكرب، إذا جثم الأمر الصعب، أليس من بينكم رجل مديون؟ أليس من بينكم رجل مهموم؟ أليس فينا من عنده مريض؟ أليس فينا من يحمل هم ولده وزوجته؟ قل لا إله إلا الله. فإذا الفرج والنصر والفتح. أقول يا أيها المعذبون، يا من تعذبون في الأرض، يا مجلودون بسياط الجور، يا أسرانا ويا محبوسون في زنازين العدوان، قولوا لا إله إلا الله لتذوقوا طعم الحرية وتعرفوا معنى الإنسانية وتدركوا سر الحياة. أيها الجائعون الباحثون عن فتات الخبز، على أرصبة اليأس المنطلحون، على عتبة الحرمان المتقلبون على جمل الأسى، قولوا لا إله إلا الله. أيها الباكون من أوجاع المصائب، الساهرون من جراح النوائب، قولوا لا إله إلا الله. أفي الله شك
ذلكم الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون.